أيام قليلة تفصلون على شهر رمضان، تشهد الفواكه المجففة تراجعا لافتا في الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية. انخفاض ان شاء الله في الاسعار تاع الفواكه الجافه. كاين الحاجه اللي الانسان اللي تحب تقبل عليها في رمضان، كاين هذه برينو تاع لو ماتر. هذه العام اللي فات كانت تدير 240 الف الكيلو، يعني الساشي هذا تاع 500 غرام يدير 120 الف، والعام هذا الله يبارك راهي حطت حتى ل 75 الف ساشي. كاين انواع تاع الزبيب، كاين الزبيب الخاص بالطعام، كاين الزبيب الخاص بالطبق الجزائري الحمل حلو، كاين تاع 90 85 130. المواطنون من جهتهم اعربوا عن رضاهم بخصوص انخفاض في اسعار الفواكه الجافه. بالنسبه للفواكه الجافه كل عاده نستعملوهم بزاف طواجن في رمضان هكذا، والاسعار تاعهم بارابور العام اللي فات والسنه كان انخفاض الحمد لله. وبالنسبه للاسعار ان شاء الله احنا نتمناو تبقى الاسعار كما راهي، تساعد الجميع، تساعد كل مواطن بويره هنا. احنا هذا واش نتمناو، تبقى الاسعار نفسها. للفواكه الجافه يعني اللي في ربيسك العام هذا شفنا باللي فيه انخفاض مليح، معناتها في متناول الجميع، الناس تقدر تشري كسوسوا زبيب، المشماش، العينه، حوايج اللي يستعملوهم سورتو في طاجين الحلو، سورتو لي زالجيريان معروفين في رمضان على طاجين الحلو. وتبقى امام المواطنون في استقرار مختلف اسعار المواد الغذائيه الاخرى.